ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم برنامجكم مع شيرين ودي الفقرة الطبية. والنهاردة بنتكلم ازاي تحصلي او تحصل على ابتسامة هوليوود. قد ايه الابتسامة شيء جميل جدا وبتدي كده إيحاء بالروح والحيوية والجمال، ولكن معظم الناس ان هي بتكتئب وبتزعل جدا من شكل اسنانها، ويعني ممكن تسبب قلق وتوتر كمان للشخص اللي عنده مشكلة في الأسنان. ولكن النهاردة هنعرف عن ابتسامة هوليوود وتركيبات الأسنان وأنواعها، وإن احنا إزاي نفرق بين الأنواع، وإيه كمان التركيبات اللي ممكن تناسبني وتناسب شخص تاني مختلف عني. فتعالوا نعرف النهاردة مع الأستاذ اللي مشرفنا، الأستاذ محمود أبو الخير، أستاذ تركيبات الأسنان. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود، وإزيك شرفتنا. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا الابتسامه مهم جدا وشيء جميله جدا في حياتنا يعني، فالابتسامه فعلا بتطلع اللي في القلب، ودايما بيقولوا لك كده الابتسامه بتبان من صحه الاسنان كمان يعني. يعني الاول حاجه ان لازم نحافظ على اسناننا، شيء مهم جدا جدا. ولكن في الفتره الاخيره بدات تركيبات الاسنان بطريقه حلوه يعني، بقى فيها تقدم وبقى فيها طبعا توصلنا الى حاجات كمان ما كناش نتوقعها دلوقتي، للدرجات كمان، درجات البياض الاسنان. طيب ابتسامه هوليوود، ازاي احصل على ابتسامه هوليوود؟ والله ابتسامه هوليوود بترجع لكل شخص والتاني، هي عباره عن هي شيء تجميلي مش اكتر. هو يعني ليس له علاقه بالمرض او كده، بس انت اي انسان ممكن يحصل على ابتسامه هوليوود عن طريق التركيب وعن طريق الاهتمام بالاسنان نفسها. بس وفي انواع طبعا في ابتسامه هوليوود بتبقى عباره عن فيكسد، وفي حاجه ريموفابل متحرك وثابت. المتحرك بيبقى حاجه اسمها احنا بنسميه سناب اون، ممكن اي شخص بيركبه عادي جدا، بيبقى بس في فتره مؤقته. لو مثلا رايح حفله، رايح مثلا فرح بتاع، بيحب مثلا يبان سنانه كويسه، فممكن اي شخص يعملها في وهي في المتناول يعني. اما الجزء الثاني، الشق الثاني اللي هو الثابت، ده بيبقى ثابت على طول. على حسب بقى، دي بترجع لتشخيص الطبيب، على حسب في حاجه اسمها فينير وحاجه اسمها لومونير، دي اللي بيحددها الطبيب يعني الدكتور. طب انا ابتسامتي ابتسامه هوليوود يا دكتور. تمام زي الفل. انا مش راضي اعمل فيهم اي حاجه سايباهم يعني. لا لا تمام، لان برضو الواحد بيحاول ان هو ايه يحافظ على اسنانه بطريقه أكيد كويسه طبعاً. أكيد. يعني لان شيء مهم جدا ان انا احافظ على اسناني وان انا اخد بالي منها كويس. طيب بالزبط. التشخيص شيء مهم جدا استاذ محمود. أكيد. هل التشخيص في البدايه يعني بيسهل عمليه التركيبات شويه؟ اكيد طبعا، التشخيص ده بيرجع للدكتور طبعا، وهو اللي يعني بصي حضرتك التكنيشن والدكتور هما الاثنين بيكملوا بعض. يعني ما ينفعش الدكتور يستغنى عن التكنيشن، ولا ينفع التكنيشن يستغنى عن الدكتور. فهما الاثنين بيكملوا بعض زي ما قلت لحضرتك، والدكتور هو بيشخص وبيبعت الحاله للتكنيشن، والتكنيشن بيصمم على على تشخيص الدكتور يعني. طبعا يعني، وحتى كمان في الفترة الأخيرة لاحظنا طبعا ابتسامة هوليوود بتختلف الصراحة من شخص للتاني. تمام. يعني أوقات أحس إن في بيبقى ضب شوية يعني. تمام. وأوقات تلاقيها مظبوطة على الفيس الشخص اللي عاملها أو المريض بالزبط. اللي عاملها. هل بتختلف من شخص لآخر ولا كلها على ستايل واحد؟ والله لا، هي ما يعني هي حاجة زي ما قلت لحضرتك في البداية، هي حاجة تجميلية، بل بالعكس هي بتجمل يعني. هي اصلا من اسمها سمايل هوليوود، يعني هي الابتسامه، هي بتجمل الشخص نفسه. لو الاسنان بتاعته مثلا مش متساويه، بيبدا طبعا بيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك في الاول، التشخيص ده بيرجع للدكتور. ففي ممكن مثلا بيشنت ما يجي يروح للدكتور، ما ينفعش اللي هو يعمل ابتسامه هوليوود مباشره، لازم يعالج الاول وبعد كده ممكن يعمل ابتسامه هوليوود. اصل يا استاذ محمود بقت موضه دلوقتي، فاي حد ممكن يروح فعلا يعملها على اساس ان انا ما عالجش. طب اذا ما عالجتش بقى ورحت وعملت وركبت مثلا، في ضرر بيقع على المريض؟ مش هتبقى يعني مثلا لو حد اسنانه مش متساويه، فطبعا هيعمل ابتسامه هوليوود، فهي بالتالي يعني هو ما بني على باطل فهو باطل، ما ينفعش. وحضرتك بتنصحه طبعا وتقول له لا طبعاً لازم نعالج الاول بالزبط المشكله. بالزبط. طبعا بالظبط.
مظبوط. طيب استاذ محمود، طبعا في الفتره الاخيره طبعا انتشر كمان الدرجات ابتسامه هوليوود، يعني بتبقى تمام. انا ما اعرفش بقى حضرتك تنسق لنا الدرجات ايه، واحنا كبشره الشرق الاوسط يعني ايه اللي بيليق علينا والله بصي، في هو يعني ابتسامه احنا هوليوود؟ بنقابل دايما حالات السمايل هوليود، بنقابلها دايما اي انسان بيحب دايما يبقى، حتى درجه اللون بتبقى فاتح افتح درجه، يعني هي دايما كله بتبقى بيطلب افتح كله درجة. بيطلب افتح درجه، هي بتتعمل لكده طب اصلا. وده ميزة ولا عيب يا استاذ محمود؟ والله ده بيبقى يعني اكيد بيبقى ميزه طبعا، اللي بس هو اقول حد لحضرتك عايز على حاجة انا شايفاها عيب، قولي ليه بقى؟ ليه. لان بيضيع جمال العين، يعني دايما انا لما اجي ابص على الفيس فالجمال العين هو اللي بيبان. دلوقتي لما اجي ابيض سناني قوي قوي بالطريقه اللي احنا بقينا نشوف الممثلين اللي بيعملوها تمام. واشخاص كتير طبعا بيعملوها، فبحس ان جمال العين كده راح، الاسنان هي اللي بتجذب، والله بص فده يعني، يعني بص بحس انا ان هقول هو لك، مش انا هو والله بل بالعكس، ما فيش حد ابدا ما بيحبش سنانه تبقى بيضه، بس يعني كله الطبيعي. بيبقى عايز يبقى بيضه. هو في طبعا اللي هو البياض الفاتح الجامد قوي ده، ده مش كله بيطلبه، يعني هو بيطلب البياض اللي هو البياض العادي الطبيعي، اللي لو انا شفت مثلا سنانك او اللي انت مثلا يعني مهتميه بسنانك، غاسله سنانك كويس بتاع، بس هي دي الفكره يعني، لكن مش البياض اللي هو البياض ما هي الفاقع قوي يعني. درجات، طبعا طبعا درجات درجات وبيطلبها على حسب كل بالظبط شخص. بالظبط. طيب يعني هل في حالة جات لحضرتك وحسيت ان انت تنصحها وتقول لها لا انت مش محتاجة لابتسامة هوليود؟ والله لا، يعني هو اصلا الابتسامه، ابتسامه هوليود دي ممكن بتتعمل لاي شخص، حتى لو هو بيهتم بسنانه مش هتوصل طبعا لدرجه اللون الفاتح اللي احنا بنعمله بس. وطبعا الاسنان الطبيعيه اكيد طبعا لا يعوضها شيء ابدا يعني، سبحان الله. طيب امتى بقى اركب اسنان متحركة وامتى اركب اسنان دايمة؟ هل بتختلف كمان من شخص لاخر او من مريض لاخر؟ والله اكيد طبعا الاسنان المتحركه دي برضو زي ما قلت لحضرتك، هي بترجع لتشخيص الطبيب. هو بيرجع على الانسان، لو هو الانسان فيه سكر عنده طبعا بيبقى في الغالب، في غالب اغلب الحالات ما ينفع لهاش ثابت في اغلب الحالات، على حسب بقى السكر، هو بيتعامل مع السكر ازاي، السكر بتاعه عالي، السكر بتاعه واطي، متوسط. احنا طبعا لازم بنسال الاسئله دي قبل ما نعمل اي حاجه يعني حضرتك بتسأل الأول إذا كان مريض سكر، طبعا في أمراض المزمنة طبعا. بتختلف من لا الامراض المزمنه ملهاش علاقه، هو اهم حاجه السكر، عشان طبعا السكر. السكر لما بيعلى بيدمر الاسنان. فلو اسنان، لو الانسان مش مهتم بالسكر بتاعه بيعلى دايما طبعا، ما ينفعش اللي هو يركب ثابت، ما ينفعش يركب ما ثابت، ينفعش يركب تماما لو متحرك. مش مهتم باسنانه، لو مش اسف لو مش مهتم بالسكر. ما هو برضو السكر بيأثر على كل حاجة الصراحة يا أستاذ اكيد محمود طبعا، في اكيد الجسم يعني. اكيد طبعا، لو مش مهتم بيه ما ينفعش اللي هو يركب ثابت، بننصحه طبعا اللي هو يركب متحرك يعني. واغلب البيشنت، اغلب المرضى ما بيفضلوش المتحرك، بس بنبقى مضطرين يعني، بنقوله خلاص انت ما ينفعلكش ثابت عشان انت مش مهتم بالسكر بتاعك، لكن لو مهتم بالسكر بتاعه وبياخد العلاج مظبوط وتمام ومحافظ على السكر، ممكن ساعتها نركب ثابت. وبترجع برضه على حسب حالة الأسنان، على في حسب بعض حالة الأسنان. طبعا في بعض المرضى بتبقى السكر مأثر عليهم جامد، وتبقى الأسنان أصلا اللي موجودة مش مستحملة، فطبعا فبالتالي ما بنملاش الفراغات اللي هي فراغات الأسنان، ما بنملهاش بثابت، بنضطر اللي احنا نعمل له ريموفبل متحرك. طيب وفي مخاطر بتقابل المريض السكر فيما بعد، يعني حتى لو ركب متحرك مثلا يعني ثابت. ثابت، لا متحرك، حتى لو ركب متحرك ممكن فيما بعد يواجه مشكلة او حاجة، يعني والله بحس هو، انه يعني برضو عدم الاهتمام قوي او كده. والله هو بصي، هو مريض السكر عامة يعني لو مش محافظ على السكر بتاعه طبعا، السكر بيبقى شيء مدمر للجسم كله عامة مش أسنان فقط بس، لكن هو طبعا المتحرك بيبقى يعني هو لما يكون المريض عنده سكر فبيضطر طبعا من كل فترة للتانية يغير الطقم، عشان بالتالي طبعا السكر بيغير اللثة كلها اللثقة كلها بالظبط. والحالة اللي في تمام الأسنان كلها وفي تمام فساعات الفم. في حالات بتجيلنا بتبقى الطقم مثلا بيبقى عامله مريض سكر، بيبقى عامل الطقم مثلا بقاله فتره واتكسر منه، فكده الابعاد اتغيرت،
فبالتالي طبعا يحصل فيه كسر، فبالتالي بيغير الطقم يعني. الطقم تاني اه طبعا. طبعا، لان طبعا هو يعني مريض السكر ربنا يشفينا كلنا يا رب يا رب جميعا، لان فعلا مشكلة بتقابله مش بس في الاسنان، في كل حاجة والله. فبالتالي ان لازم يبقى حريص كويس أكيد جدا جدا. أكيد طبعا. طيب استاذ محمود، انا دلوقتي يعني ليا صديقة شالت كل اسنانها صراحة يعني، تمام وامن التركيب لما تيجي تقطم التفاحة تحس ان يعني ألم فظيع، ما مش حاسة كمان بالقطم وطعم. هل بيختلف فعلا لما تيجي تركب أسنان يعني ثابتة؟ شايله كل اسنانها، كل لا ده كده ما الأسنان ينفعش يثبت بقى، ده كده تلجأ للزرع. دي زراعة أسنان. طبعا تلجأ للزرع لو ما فيش اي سنان في الفك خالص، بتلجأ للزرع طبعا لا لو بلا، حابب ترك لو حابب يركب ثابت. لا ده استاذ محمود دي مشكله كبيره جدا كمان، ان انت تمام. تلاقي الاسنان طبيعيه وتلاقي ان ما شاء الله كل حاجه كويسه، بس لا عايزه ازرع اسنان وان انا اخلي شكل اسناني والبياض اللي انا عايزاه. تمام. الزرع ده قصة تانية، الزرع ده خالص بيختلف عن التركيبات طبعا. بيختلف في ايه بقى؟ طبعا الزرع دوت يعتبر يعني انت بتعملي عملية، يعني بتزرعي والله اسنان طبعا، فبتزرعي في الفك ده طبعا عن طريق الدكتور، فبيزرع وبعد كده بيركب بقى الاسنان الثابتة على الزراعة اللي هو عاملها. بتحتاج مراحل دي بقى طبعا بتحتاج شهور واجراءات، شهور وان انا طبعا. اتابع المريض قبل ما يعمل اكيد الخلع اكيد طبعا. دوت وبتحتاج طبعا المريض بيعمل بانوراما قبليها عشان الدكتور يطمن على حالة العظم، وفي حالات كمان بتلجأ لزراعة عظم عشان العظم عندهم ما يستحملش اللي هو يعمل زراعة، فبيلجأ لزراعة عظم، وبيلجأ بعد ما بيخلص بيلجأ بقى لزراعة الأسنان. هي بتبقى قصة طويلة يعني. قصة طويلة، وكمان يا مين اللي يثق في الموضوع ده يعني. والله يعني هو خلاص بقى اللي بيبقى زي ما بيقولي خلاص يائس بقى ومضطر اللي هو يعمل حاجة زي كده، لا عايز يعني سنين. انا لو محتاجة اوكي، لكن بالظبط. انا مش محتاجة وبعدين رحت اعمل الحاجة دي كتجميل، ما فهي الزراعة مش حست بألم فظيع يعني. كل مدى كل ما الموضوع بقى، انا لسه مثلا زرعاه من سنة، لسه زرعاه من سنة مثلا او حاجة، فكل اللي هي حضرتك الزراعة مش تجميل، ده الزراعة ده شيء علاجي، لا الزراعة ده مرض. عاملاه يعني يعني تجميل، مش مش محتاج. الاسنان كانت كويسه ومفيش اي حاجه، فده اللي انا مستغرباه. طب الأسنان وكمان كويسة ازاي وتلجأ للزراعة؟ وكمان تلاقي كمان ايه، ان التعامل مع الاسنان، الطعم، الاحساس، الـ 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 مش مرتاحه زي الاول طبعا. الحاجه الطبيعيه سبحان الله. أكيد طبعا أكيد أكيد طبعا. الحاجة الطبيعية لا يعوضها شيء خالص، الحاجة الطبيعية سبحان الله. حتى احنا أي مريض بننصحه دايما لو حتى في سنة واحدة بس في الفك ان هو يحافظ عليها وما ما يعني ما تخلعهاش ابدا غير لما هي حتى لو سنه واحده في الفك، عشان ابدا عمر ابدا الطبيعي اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى عمره ابدا ما يعوضه شيء يعني ده دايما اللي مهما نقوله، كان. وننصح بالظبط المشاهدين دايما ان احنا نحافظ اكيد على اسناننا، اكيد ما طبعا نلجأش للحاجات دي في يوم من الايام. طبعا اكيد. يعني التطور في مجال تركيبات الاسنان وزراعة الاسنان شيء مهم جدا وجميل، ولكن تحت ظروف يعني تكون يعني زي مثلا مريض السكر هو اللي ممكن يحتاج للحاجات دي. تمام الحاجات دي ممكن بتنفع طبعا يعني، لكن الاسنان فعلا ما تتعوضش. حتى كمان أكيد يعني فيما بعد ان انت تحس ان هي حلوة وجميلة أكيد كمان يعني. طبعا. ده طيب مين اللي ممكن يلجأ لتركيبات الأسنان؟ اللي هو أسنانه بتبقى مفقودة، الأسنان اللي بتبقى مفقودة طبعا بيبقى ما عندوش مثلا ضروس يطحن عليها، ما عندوش أسنان أمامية مثلا بحيث اللي هو يقطم حاجة عليها أو كده، فبالتالي طبعا بيلجأ لتركيب الأسنان تركيب يعني، الأسنان أو عن طريق الدكتور طبعا. هو بقى اللي بيشخص، الدكتور اللي بيشخص بيحدد له بقى يركب إيه، أو يركب ثابت ولا يركب متحرك. والثابت طبعا بيبقى أنواع يعني، طيب أنواع الثابت إيه مثلا؟ والله الثابت بيبقى انواع، وبيبقى في حاجه اسمها بورسلين، في حاجه اسمها زركونيوم، في حاجه اسمها ايماكس. أفضلهم بقى أستاذ محمود هو إيه يعني؟ الافضلهم أنا طبعا ممكن هو أتجه لحضرتك وتشوف لي أفضل لي إيه مثلا؟ والله هو بصي ان هما الثلاثه كويسين، الثلاث انواع التركيبات الثابته كويسه كلهم، هتقدري تاكلي عليهم وتطحني عليهم وكل حاجه، بس هي اللي بيختلف، اللي بيختلف بس هو اللي يعني الخامه نفسها والماتيريال بس، هي دي اللي بيختلف من ده. طيب والكواليتي طبعا. ده اهم حاجة بالظبط. هنتكلم في الكواليتي بقى، انها تختلف من الكواليتي طبيب طبعا. لاخر ممكن. بس ناخد الاستاذة سهيلة على التليفون. اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام.
أنا كنت عايزة، أنا دكتور محمود عارفني، وأنا اهلا كنت بيك. عايزة بس أشكره جدا على ذوقه واحترامه، هو فعلا دكتور محترم جدا، وبجد من أشطر الناس اللي أنا اتعاملت معاهم. طب انتي عملتي ايه يا استاذه سهيله عند الاستاذ محمود؟ أنا مامتي عندها السكر، الف سلامه. وكانت أسنانها بايظة خالص، وكانت كلها واقعة للأسف، اه وراحت لأستاذ محمود وهو اللي ركب لها أسنانها، ولسه احنا لسه بنكمل يعني، لسه مخلصناش. لا، الف سلامه على الوالده طبعا، ونتمنى لها كل خير. شكرا يا استاذه سهيله، ميرسي يا حبيبتي، شكرا. طبعا حضرتك يعني بتعمل حاجات طبعا تحس ان هي المريض محتاجها فعلا، لان مريض أكيد طبعا، السكر فعلا يعني بيبقى شيء صعب والله طبعا على يعني العيلة كمان ربنا كلها، يشفيهم ويعافيهم يا رب. والشكل طبعا طبعا والإحساس، طبعا وان هي عايزة تاكل تستطعم حاجة، طبعا، فبيبقى شيء صعب طبعا. تمام. حضرتك طبعا بتبتدي ازاي معاهم يعني؟ مامة الأستاذة سهيلة مثلا يعني السن بيختلف أستاذ محمود؟ والله لا، بص يعني انا بيجي لي احيانا بيجي لي شباب بنتعامل معاهم عادي. اصل الاسنان المفقوده دي مش شرط يكون مرض، يعني ممكن اه حادثة لا قدر مثلا الله او بالظبط حد حاجة. حصل حادثه، حد وهو مثلا بيلعب كوره الكوره خبطت فيه فكسرت سنانه بس، فهو بيختلف من الشخص للتاني يعني. فمش شرط يكون لما يكون الاسنان مفقوده يبقى ده مرض، مش شرط يكون مرض يعني. لما يكون بقى احنا بنحدد بقى طبعا، اول سؤال بنساله طبعا للمريض اللي هو ما فيه سكر ولا لا طبعا. بس، فطبعا بناء عليه بقى بنبدأ نتعامل. وبتحتاج مراحل بقى يعني، بتحتاج مرحلة أولى ومرحلة تانية، وإن احنا التركيبات، نتابع تركيبات مريض السكر. تركيبات مريض السكر طبعا لو عمل الريموفابل المتحرك طبعا بيحتاج مراحل اكيد، وبيبقى ليه يعني المتحرك بيبقى مشاكله بتبقى كتيرة شوية عقبال بقى طبعا ما يتعود المريض، يتعود عليه ويعرف ياكل عليه ويعرف يطحنه، اصل ده بيعتبر جسم غريب داخل جسم جوه البق. غريب. وبالاخص كمان لو حد بقى بيعمل فول ماوس يعني بق كامل يعتبر، فده بياخد طبعا بنقابله بمراحل، وحتى بعد الاستلام إجراءات، كمان. لازم طبعا يتبع إجراءات طبعا ونمشي معاه. بالظبط، وحتى بعد الاستلام كمان هو كل المشاكل اللي بتقابلنا بعد الاستلام. هنتكلم بعد بقى تركيبات الأسنان مع، بس ناخد الأستاذ منصور. أهلا بحضرتك يا أستاذ منصور. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، الحمد الله لله. يبارك فيكم، ودي حاجة عظيمة خالص مطبوعة ومفتخر بها تماما يعني. بقول لحضرتك بس الأستاذ محمود، بالنسبة للطرابيش، أنا بعمل طرابيش وبعد 6 شهور بتروح طالعة عندنا هنا في الشرقية هنا. أعمل الطرابيش بعد 8 شهور 9 شهور تروح طالعة، ياكل الأسنان بتاع الحداد فخلاص على الأسنان اللي بيثبت على البتاع. إيه الوضع في دي بقى وكده؟ أزرع أحسن ولا استمر على الوضع ده كل 8 شهور اغير؟ طيب يا استاذ منصور، ماشي، في اي سؤال يا استاذ محمود ليه؟ تمام. طيب الف سلامه على حضرتك يا استاذ منصور، شكرا. هي مشكله حكايه الطرابيش طبعا، بيركبها وكل ما ياكل كل ما حاجات يعمل فمه او كده، بتلاحظ ان هي بتطلع تاني، فالراجل تعب يعني، هيعمل ايه؟ ازرع وخلاص والله بصي، ولا هو تركيب؟ هي المشكلة اللي في الحالة ديت بتبقى بترجع طبعا للتشخيص من الأول. فهو طبعا ما ينفعش اللي احنا نشخص في التليفون عشان طبعا ما شفتش الحالة نفسها، فلازم طبعا أشوف الحالة وأعرف إيه السبب اللي هو الطربوش يعني يقع طب منها. ممكن يكون ايه استاذ محمود والله هو السبب؟ ممكن سوء يكون استخدام، مثلا او ممكن الدكتور هو اللي مثلا او فيه ممكن يكون مشكلة؟ مثلا ممكن يكون مركب الطربوش مثلا على جدر بسيط مثلا، فالجدر ما بيستحملش حجم الطربوش، دي حالة. ممكن مثلا حاجة تانية، ممكن اللزق اللي استعمله الدكتور اللي هو السيمنت ممكن ما يكونش مثلا قوي، فطبعا مع بالاخص الدروس دي بيبقى عليها الشغل كله، بيبقى عليها طبعا. الطحن كله، فلازم يكون طبعا لزق قوي عشان بحيث اللي هو مع اول قطمه ما يقعش يعني. ودي الحاجات المشكله دي بتقابلنا كتير على فكره. طب حضرتك تنصحه بايه؟ تنصح استاذ منصور بايه؟ تقول له مثلا بنصح اللي هو طبعا يزور دكتور. اقرب حد ليه طبعا ويعالج المشكله يعني. طب وهي في زراعه او تركيب دروس ممكن؟ زراعه دروس، طبعا في زراعه زراعه دروس وفي دروس زراعه اسنان يركبها ممكن؟ ممكن، ما فيش اي مشكله خالص. بس طبعا بتحتاج الى طبعا اجراءات وحاجات مراحل، كتيره طبعا وتشخيص مراحل، لازم كويس. الاول بانوراما وبنشوف زي ما قلت لحضرتك حجم
العظم نفسه يسمح اصلا للزراعه ولا لا. طب وفي سن معين استاذ محمود هو ولا معرفش ممكن هو لو يكون في اي هو مرحله؟ أو ما نسينا برضو نسأله نسأله مريض سكر ولا سكر. لا دي برضو عليه عامل يعني. طبعا مريض سكر ليه اجراءات تانية زي أكيد. ما حضرتك أكيد قلت. طبعا. اكيد طبعا. طيب قبل ما يجي لنا الهاتف كنا بنتكلم برضو عن تركيبات الاسنان. تمام. فيعني انواع تركيبات الاسنان زي ما قلت لحضرتك افضلهم ايه بقى، وحضرتك قلت المتحرك اللي بيحتاج برضو الى اجراءات والى حاجات تانية. تمام. هو بص حضرتك، هو المتحرك زي ما قلت لحضرتك هو بيحتاج بتبقى كذا زياره للمريض طبعا للدكتور، بناء عليه بنبدا نعمل الخطوات بتاعتنا، بتبقى على كذا مرحله. في المرحله الاخيره خالص احنا بنسلمه الطقم وبنقول له بقى بعض الارشادات وبعض النصائح، اللي هو طبعا لازم يبقى في صبر عنده. لازم الموضوع دوت محتاج صبر جامد، زي بالظبط حضرتك انت اول ما بتيجي تركبي مثلا نظاره او تعملي نظاره، الموضوع بيبقى في الاول بيبقى يعني مش شايفه كويس، ما الرؤيه مش واضحه قوي عقبال ما بتتعودي عليها. هو بالظبط نفس القصه الاسنان المتحركه. يعني الاسنان المتحركه بعد ما اركبها مثلا بتتبع باجراءات حضرتك بتقول لهم على شويه اجراءات لازم شويه اجراءات وشويه يتبعوها نصائح طبعاً. ونصائح بالزبط. كويسه جدا بالزبط. من ضمنها ايه استاذ محمود؟ من ضمنها اللي هو طبعا يكون صبور، لو في اي مشكله يلجا لنا. بتبقى طبعا في اي تعب او في اي حاجه في الاول طبعا ما بي مش مش بيعرف ياكل كويس، مش هيعرف ياكل كويس في الاول عقبال ما يتعود عليه. ما هو جسم غريب بقى، تحس ان هو طبعا التعامل هو معاه كل بيبقى المشاكل اللي بتقابلنا هي بتقابلنا بسبب المتحرك. عشان طبعا في الاول ما بيعرفش ياكل كويس، كان الاول طبعا بياكل زي الفل، فطبعا اول ما ركب طبعا موضوع الاكل بيبقى فيه صعوبه شويه، موضوع الكلام بيبقى طبعا مخارج الحروف طبعا عشان اللسان بيبقى متعود على اتجاه معين. فدلوقتي انت حجمتيه بالتركيبه، فطبعا بيبقى في الاول بس كده عقبال ما ياخد على الكلام والنطق الكلام وياخد على حركه اللسان نفسها. احنا بقى بننصحه، في طبعا ناس كتيره قوي الموضوع الكلام مهم بالنسبه لهم، فاحنا بننصحه بقى اللي انت مثلا تقرا اول ما يستلم الطقم يروح مثلا يقرا قران بصوت عالي، يقرا مجله، يقرا جورنان، كل دوت بيساعد على اللي هو يعرف يتكلم بسرعه يعني. طيب ناخد معانا تليفون ونكمل حوارنا. معانا الاستاذ محمود، اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ محمود. طيب كلمنا تاني يا استاذ محمود. طيب شيء مهم جدا طبعا استاذ محمود ان احنا يعني بعد ما نركب نتدرب ونعرف ان يعني الاجراءات ايه. طيب هل النظافه بقى والاستخدام بيبقى شيء مهم؟ افرض انا بره مثلا وكلت حاجه او في مكان او عزومه او كده، يعني تركيب الاسنان هنقول المتحرك وانا بره، هل مثلا بيبقى في نظافه معينه بيبقى في اجراءات انا بتبعها مثلا بعد ما انا اتعودت على الطقم او على التركيب المتحرك ان انا عملته؟ هو طبعا لازم، هو طبعا المتحرك لازم بعد كل اكل طبعا لازم الطقم يتنظف طبعا. لازم يتنظف بعد كل اكل. هو بصي كل ما يا حضرتك كل ما تحافظي على الطقم كل ما هيعيش معاكي فتره اطول. هو ليه مده صحيح استاذ طبعا محمود طبعا ولا بيبقى ليه يعني ليه والله مدة؟ على حسب من شخص للتاني يعني. في طقم طبعا ممكن بيتاكل وفي طقم تبقى السنان بتتاكل خالص فبيضطر اللي هو يغيره، بس دي طبعا بتلجا للشخص نفسه على حفاظه للطقم يعني بيحافظ عليه فهيعيش معاه فتره اطول يعني. وفي ناس بتبقى مركبه بقى لها 20 و25 سنه بالطقم يعني الحمد لله ما شاء الله ما بيتغيرش. طيب لو انا ركبت دلوقتي الثابت مشكله كبيره جدا بقى، يعني انا في البدايه المتحرك بالعكس بدات مشاكله اقل. استاذ محمود يعني انا الكلام والنطق والاكل والحاجات دي كلها طبعا هاخد وقت طويل جدا، يعني احس ان انا مش قادره يعني. لكن لما اجي اركب بقى الثابت ده مشكله، افرض انا ما ارتحتش، طب ايه العمل؟ هعمل ايه؟ والله بصي هو يعني ده زي ما قلت لك، بصي يعني هو في الاول خالص بترجع لتشخيص الطبيب. فبناء عليه بنبدا نتحرك، تشخيص الطبيب هو اللي بيوجهنا لعمل التركيبه. فانت طبعا ما ينفعش ان انت تركبي مثلا حاجه ثابته على حاجه بايظه، فما ينفعش، فانت لازم تعالجي الاول وبعد كده تبداي تركبي الثابت. طيب بس قابلتني مشكله ايا كان ايه المشكله ممكن يعني؟ مفيش اي مشكله خالص، هي بتشيل التركيبه وبتعالجي وبتلزق التركيبه تاني.
يعني مفيش اي مشكله عايزين خالص. برضو نتكلم من جانب بقى مشاكل تركيبات الاسنان، يعني ده شيء مهم جدا. يعني هل في تمام حتى مشكله قابلت حضرتك في المركز مثلا، بعد ما حتى عملت مش شرط تركيبات الثابته، نقول المتحركه، هل في مشاكل؟ والله، التركيبات الثابته بيبقى احيانا بيبقى ليها مشاكل، بس مش زي طبعا التركيبات المتحركه. مشاكل التركيبات الثابته بتبقى قليل شويه، عشان انت اصلا خلاص بتبقي عارفه الموضوع، وبتبقي كده كده عارفه اصلا انت بداتي بايه وعملتي ايه وركبتي على ايه. وطبعا بس ده باتجاه الطبيب، لازم طبعا طبعا اتابع طبعا معاه وامشي. بالظبط طيب بالظبط. ناخد الاستاذ مصطفى. اهلا بحضرتك. الو، الو، اهلا. اهلا بيكي. انا كنت مريض عند دكتور محمود. انا اولا بحب حضرتك وبرنامج، وعشان اوجه اديك دكتور، انا كنت بالظبط دكتور محمود. طب ممكن يا استاذ مصطفى تقف في حته فيها شبكه بس عشان احنا حاضر. مش سامعين. شكرا. الو، الو، مع حضرتك، اتفضل. احب اوجه انه عاد لي اسناني، سناني كانت مكسوره، هو الحمد لله يعني قد بعد ربنا، هو عاد لي فكان دي فضل. كان عندك كام سنه يا استاذ مصطفى؟ عندي 20. 20. وحصل حادثة مثلا أو حاجة بخصوص أسنانك؟ أنا كنت بلعب كورة مع أصحابي، والكورة جت في وسطي، ففي سنان اتكسرت يعني. هو بصراحة تعب معايا جدا جدا، ومن أحسن الدكاترة اللي رحت له بصراحة. طبعا طبعا. شكرا يا أستاذ مصطفى. طبعا يعني شيء مهم جدا، يعني طبعا برضو الحوادث دي والكوره اللي الاولاد بيفضلوا طبعا. يلعبوها دي، فدي شيء مهم جدا. يعني حتى تركيب الاسنان على ما اعتقد استاذ محمود بيبقى سهل، لو سنتين مثلا اتكسروا باي ظرف مثلا، حادثه، او زي الاستاذ مصطفى ما بيقول بيلعب بالكوره او كده، تمام. طبعا بيبقى الموضوع بتبقى سهله شويه بيبقى سهل غير طبعا، كل بس هو طبعا الفم. بتبقى بس الموضوع بيبقى بالنسبه لنا بيبقى طبعا، هو انا كمان نفسيا عشان شاب طبعا، فبيضطر يلجأ طبعا للتركيب، فدي بتبقى حاجات اللي هي الحاجات الاضطراريه. طيب زمان كان اذا في سنه اتكسرت او حاجه كان الدكتور بيقوم، يعني مش عارفه بقى، ملازق حته او عامل الكومبوزيت. ف في ف حاجه ف فدي بتشوه السنه شويه، تحس ان السنه الطبيعيه لون والحته اللي ركبها دي لون تاني. ما هي لا طبعا، هو ف الكومبوزيت بيبقى على حسب لون السنه نفسها. طيب هو لو السنه لونها اتقسم الى لونين، حضرتك تخلعها تماما وتركب سنة، ولا ممكن تزرع سنة، ولا ممكن تركب سنة متحركة؟ والله بصي، هو يعني ما يفضلش اللي احنا نخلع، يعني اخر حاجه احنا بنفكر فيها دي موضوع حاجة حلوة الخلع. قوي يا استاذ محمود اخر الصراحة. حاجه احنا بنفكر فيها موضوع الخلع، ده اخر حاجه خالص، ده بنلجأ ليه لو السن خلاص او الضرس شبه اكسباير يعني منتهي تماما، فبنلجأ طبعا لموضوع الخلع. لكن لو السنه سليمه مثلا، ممكن مكسور منها شويه، ممكن زي ما قلت لحضرتك يعمل حاجه تجميليه، حاجه زي الكومبوزيت، او لا اما مثلا بنحضر له السنه وبيركب عليها طربوش مظبوط. بس. طيب النصائح بقى المشاهدين، حضرتك تنصحهم بايه؟ يعني اللي اسنانهم مثلا يعني فيها شوية مشاكل، المريض السكر برضو يعني ده مشكلة كبيرة، فحضرتك تنصحهم بايه؟ والله بص، يعني اي حد يكون اقول له طبعا يعني حافظ على اسنانك على قد ما تقدر، عشان عمر ابدا مش الحاجه هتتعوض. الطبيعي عمر ابدا ربنا سبحانه وتعالى، الحاجات الطبيعيه عمرها ما تتعوض ابدا بنفسي، احنا بنحاول على قد ما بنقدر نوصل للطبيعي، لكن عمره ابدا ما هيبقى زي الطبيعي. طبعا يعني احنا بنجيلنا شباب والله يعني يكاد ممكن يبكي يعني عشان سنانه، فبيستهتر. لا طبعا اقول له لا ما تستهترش، وعلى طول اي مشكله في اسنانك ما تستناش. طب واللي بيدخن تركيب الاسنان ليه، والله او بصي، ابتسامه هوليود ليه، تنصحه بايه برضو؟ يعني اصل في ناس تقول لك لا انا عايز اعمل سناني بس ما اقدرش اسيب التدخين. هو والله بصي، هو التدخين عامه مضاد يعني مضر لجميع الجسم مش للسنان بس طبعا، بس هو طالما في حاجه اسمها، في حاجات طبعا بتتباع في الصيدليات او كده للمدخنين،
طبعا مش هينفع له الاسم يعني، فحاجه بترجع للسنان طبيعيه من اثر التدخين يعني. يعني زي معجون كده او حاجه زي معجون، للاسنان زي باودر، الطبيعيه. زي باودر كده في الصيدليه ممكن المدخن يجيبه يعني، عشان بحيث التدخين ما ياثرش بعد كل على سنين بعد كل سجاره. لا لا مش الدرجه دي. لا يعني هو مثلا ممكن بيستعمله 3 مرات في الاسبوع فقط، عشان برضو يمكن بكتير يكون مضر شويه طبعا. للاسنان. بياكل مينا السنان لو استعمله بشكل قصدي حضرتك مستمر. زي كده معجون الاسنان يعني، هو بيبقى ليه اي اسم. حاجه زي كده بس ليه بيبقى اسم باودر، ليه اسم باودر. معين بيبقى في الصيدليه عادي. هو ممكن مثلا يخش الصيدليه يقول له انا عايز مثلا الباودر بتاع المدخن اللي هو بيحافظ على اسناني عشان انا مدخن او كده، فانا عايز الباودر ده، بيديهوله وبيستعمله 3 مرات في الاسبوع فقط. 3 مرات في ثلاث مرات الاسبوع في الاسبوع علشان بس خاطر ما يستعملش كل يوم خالص، ولا يوم بعد يوم حتى. لا طبعا هو بيبقى 3 مرات في الاسبوع اقصى حاجه يعني، ولو مرتين يبقى برضه كويس مش وحش. طبعا بشكرك جدا يا استاذ ربنا محمود يخليك. طبعا، ولقائك جميل وممتع جدا يعني، ربنا ويا يخليك رب يكون مشاهدينا كمان استفادوا من حضرتك، يا رب وان ان شاء شاء الله الله يكون لنا لقاءات تانية باذن الله نعرف ان شاء اكتر الله. واكتر بقى عن زراعة الاسنان باذن الله. انا اللي اتشرفت بوجودي مع حضرتك، ورب المشاهدين يستمتعوا باللقاء ان شاء الله. بشكرك جدا ربنا يخليك. الاستاذ محمود ابو الخير، استاذ تركيبات الاسنان، بشكرك جدا. مشاهدينا يا رب تكون الفقرة عجبتكم. طبعا اهم حاجة اسناننا الطبيعية، ونحافظ عليها بطريقة صحيحة بالاهتمام، شيء جميل جدا، لان طبعا الحاجة الطبيعية ما فيش اي بديل ليها طبعا. ولكن اذا كانت يعني ظروف حطتنا ان احنا ممكن نركب او نعمل زراعة، فده شيء طبعا مهم جدا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، والى اللقاء.